فندم. داخلية الانتخابات على ابواب، عامل حسابك ولا لا؟ كله تمام سعادتك يا فندم. استديم الشماعة والنتائج جواها من المرة اللي فاتت وكله تأييد سعادتك. احنا المرة اللي فاتت عملنا نتيجة كام؟ 99.999% يا فندم. الواحد من 1000% راح فين يا رستم؟ المخابرات بتدور عليه وهتجيبه ان شاء الله يا فندم. انا السنة دي عايز ارفع المعاناة. هو القانون واحترام حقوق الانسان. وقد مرت عملية التصويت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية، وهي نفس الأجواء التي طبعت مجريات الحملة الاستفتائية التي جرت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 30 يونيو 2000. ولدي مريض الله ما فيا ما يجيب الله. انتم ما عرفتوش علاش عطوكم دابا؟ ولدي ما عرفنا. قالوا لكم اجوا. صافي. هذا الشيء فيه مازال. انا واحد المره ما قدت، مره فقيره ما قدت. ما عطينا يا وليدي من فضلك. واش عرفتوا بان تعطونا شي باش تصوتوا بنا عامين؟ احنا بينا نصوتوا، بينا نصوتوا بلا يعطونا بلا ما يعطونا وليدي. هذا الشيء غير بنادم. هذا فهمتي انت في الزور؟ عرفتي كي داير؟ فهمتي فهمتي؟ لا ما فهمتي. وليدي تشهدي بالزور يعني فهمتي؟ لا وا فهمتي. ايوا الصوت واحد الحاجه ما فهمتيهاش؟ لا اجي نقول لك انا لا وليدي ما نصوتش. حاجه ما فهمتيهاش. خصص للمجتمع المدني بالنسبة للدستور وللتعريف بالدستور والانتقاد الدستور، والجمعية لم تمر ولو مرة واحدة. هذا هو التعامل السلطة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. بعد ذلك أقول أن الذين يقولون بأن السلطة التنفيذية توجد بيد الحكومة واهمون. السلطة التنفيذية توجد لحد الآن ومع الدستور الجديد بيد المؤسسة الملكية. الجيش هل هو سلطة تنفيذية أم سلطة ماذا؟ البوليس هل هي سلطة تنفيذية أم ماذا؟ المجلس الوزاري ماذا هو المجلس الوزاري؟ السفراء، الوزراء. يا سلام ديمقراطية ماروكان ميريكان. يا سلام عليها يا سلام يا سلام ديمقراطية ماروكان. خونا في الناس سرقوا العاس وعلى الصفا فاقوا قوة ديما بن عام وراني صوت وعلاش هيت مقوت. يا سلام لم 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 يا سلام يا سلام والشعوكان. يا سلام ديمقراطية والميريكان. كملات عليا ما شكيت عليك واحد مولات الدار تيجي الدواء تنعطيها تمشي تخلص وتقول لك راني خدمت. الحاله هي تكملات فيا 4 شهور وجاوا غيزوا لي المكانه. واش عطوك دابا في السلمه؟ واش عطوك؟ اش غير عطوك اخويا؟ صنداله حاشا صنداله هي صنداله ديالها. شوفوا ما تخلوها واخا 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 نقولوا كاع ديال 20 درهم زيد واخا نقول 20 درهم شحال هنا؟ تيشيرت نقولوا كاع 40 درهم 1200. لا ما حلاش كاينه وكبير زعما شفتهاش بارك الله كبير. داك الشاشه وديت لبس دار شي قوري هذاك الدخله.
الوزراء. هل تعرفون أن الملك يحق له أن يقصي أي وزير من الحكومة بمجرد استشارة رئيس الحكومة، في حين أن رئيس الحكومة لا يمكنه أن يتخلص من وزير، وله الحق فقط أن يطلب من الملك أن يخلصه من أحد الوزراء. إذن لكل أما القضاء، تصوروا معي، يقال أن القضاء مستقل وسلطة مستقلة، هذا افتراء على الواقع. يجب قراءة الدستور كما هو. بالفعل هناك دستور السيد الشقاوي الذي قرأه، والدستور الذي قرأناه نحن المغاربة جميعا، والذي يقول لنا عبد الله. فرحان اليوم كنشوفوك بزاف هاد الشهاده والله العظيم اكثر من الكره هذه اكثر من الكره. شنو المناسبه ديال الفرح ديالك اليوم؟ دستور الفرح ديالي هو الدستور تبدل وقالوا ولذلك نقول لكم لذلك نقول باننا نساند كل التطور شكرا زعزع. حق سيدنا الدين هو فيدنا. من بعد ماذا؟ عطينا دابا ندوي فيدنا ما كاينش بعد. من بعد ماذا؟ لا سي لا دابا معايا قلت لنا دابا عطينا قلت لهم بعد نسجلوا ونعطيو فلوس. عطينا الزمر عطينا الزمر. عطينا الزمر. 10 درهم هذا الشيء. قلنا كامل غنغوت. ودينا مع سكت برا الملكيه البرلمانيه برا حقوق الانسان برا الحق تاع اوروبا برا المساواه برك الكذب انت كتيهم تكيهم عندك وحنا كتريقل علينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا ويحيى مولاي البشر الضريح. كل شام عرضهم ما عليش أدردهم بالقرقوب ونحشيش وديسك ديال البيك سميتو ما بغيش وفين غتكون انت يغطى كتفرج مزين كتعلق على ولاد الشعب الجديد غير انت في تلم هو في تلم باش قتلتي الخبوت باش غتموت حياة فوق في جيل لا حكومة لا نواب لا ضع وليد الناس والشباب في العذاب وفادوا قدام قبل ولا ماتوا باسم داهم انت مغربي غير بسميه ياك انت فوق خليك الفوق اشدك تبقى تحت ما على بالكش باللي صار الهيات وعوامل التحريه والنحت الشعب يريد حياه في كيك لنا عندما نتفحصه أنه ليس هنالك سلطة قضائية مستقلة نادرا لأن الملك هو الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء نادرا لأن الملك هو الذي يتحكم في المحكمة الدستورية لأنه هو الذي يعين رئيسها هو الذي يعين نصف أعضائها ونادرا لأن الملك له سلطة مطلقة في مجال العفو وبالتالي له السلطة الكاملة في إلغاء كل الأحكام القضائية ومع هذا يتحدثون
عن استقلال القضاء. والسلطة الدينية بيد من توجد السلطة الدينية الآن؟ السلطة الدينية توجد بيد الملك أمير المؤمنين. الملك رغم أن الفصل 19 انتهى، هنالك الفصل 41 وهنالك الفصل 42 من الدستور. الملك هو دائما أمير للمؤمنين، وقد ازدادت صلاحيته مع تشكيل المجلس الأعلى للعلماء أو المجلس العلمي الأعلى، طيب، والذي له الصلاحية وحده في إصدار الفتاوي. أما عن سؤالك حول الشروط، فنحن لم تكن لنا أي ضمانة لأن يمر الاستفتاء بشكل نزيه. نحن الآن نتوصل من فروعنا. كل مغرب اللي في الكون، السلام عليكم. معكم مسلم AKA المتمرد حتى الفن. واش عشيري؟ تخيل معايا الواقع فحال شي لوحة وانا الرسام. تخيل معايا شنو نقدر نرسم الخاوة ديالي. ياو لو كان الواقع لوحة، لو كنت انا الرسام، نرسم كل الالوان، نرسم كل الاحلام، نرسم من طنجة حتى لقويرة كل شي هايز الاعلام. نرسم لبلادي زادت الف خطوة انا القدام. نرسم شحال من مدرسة اطفال فيكم الاقلام، كل شي قاري وخدام. امية غير اوهام، بطالة غير كلام، فلسان الناس القدام. لا سرقة لا اجرام، لو قارو لا احترام. نرسم مسبيطارات كبار دلعين في كل مكان، دكاترة بزاف والشعب يداوى بالمجان. نرسم البرلمان وناس فيهم الامان، خدامين هارو ليل باش انا نعيش مزيان. نرسم ولد الدرويش يقرا مع ولد فلان، والفرق اللي كاين بيناتهم في النقطة الامتحان. نرسم عيون بلا دموع وقلوب بلا احزان. نرسم ونزيد نرسم مادام عندي الالوان. نرسم نهار وليل، نرسم احلامي الوان تسيل حتى اذا كان لون قليل. نرسم بدمي حتى ناخر ميل، حتى ناخر ميل. نرسم نهار وليل، نرسم احلامي الوان تسيل حتى اذا كان لون قليل. نرسم بدمي حتى ناخر ميل، حتى ناخر ميل. نرسم اخر طفل خارج من دار يتامى، جابرين في يدو ناس رسموا على وجهه الابتسامة. نرسم اخر طفلة كانت في الدور خدامة، ودابا في الدرك سوبة ومشية تقرب والكرامة. نرسم شوارع كبار فضاءات تصرف فيه، في كل حولة نرسم ملعب والدراري يلعبوا فيه. نرسم كورنيش طويل بلا كازينو ولا بار. نرسم مشحال من جامع مفتوح ليل ونهار. نرسم بنت بلادي ساترة راسها بالحجاب. نرسم شاب ناوي الخير قاصد الباب. نرسم الطريق ما فيها سبل ما فيها حفاري. نرسم مواطن غير طاح والإسعاف ماشي جاري. نرسم الدرويش خارج من السوق بالكفة عمرة، رجع عن دارو يضحك باركة باقة حاضرة. نرسم مسكين خلص صدى والما وخرج نشطان، ونرسم زار فرحان حيت جارو بات شبعان. نرسم نهار وليل، نرسم أحلامي ألوان تسيل حتى إذا كان لون قليل. نرسم بدمي حتى ناخر ميل، حتى ناخر ميل. نرسم نهار وليل، نرسم أحلامي ألوان تسيل حتى إذا كان لون قليل. نرسم بدمي حتى ناخر ميل، حتى ناخر ميل. نرسم حوانتنا اللي رزقهم فرش كيف الأرض، ملاجئنا اللي ناعس في البرودة ومغطي في البرد. نرسم ديورنا اللي باقي ساكنين داف البرارك. نرسم مشروعنا اللي باقي فكر يمشي حارك. نرسم مدير الحبس مهلي في الحباسة، مسجون في يدو الدبلوم في المجتمع عنده بلاصة. نرسم مفتول الحوم سبيطار من المدمنين. نرسم المحسنين يعطيو حق المساكين. نرسم ناس مجميع الفئات كلشي ماشي صوت. نرسم المظلوم يرجع له حقه بلا ما يغوط. نرسم موظف عادي قادر يعيش أسره، ونرسم الزبال يتخلص أحسن أجره. نرسم مغربي مغرب وعنده المغرب بالدم. نرسم بلادي معول على اللي باغي يخدم، ونرسم رسام.